غادة أرجوك فتح الباب أريد أكلمك. غادة أرجوك يا أم غادة أريد أكلمها. روح يا أبي روح عمر روح الحين بعدين أكلمك. روح غادة ما تردين على كلمتي. أنا ما بروح لحد ما أكلمك حتى ولو خمس دقائق أرجوك. غادة غادة أنا تعبان أرجوك. بلغ عنا الشرطة. لا في طايح وطايح من الجيران. لا لا يا ابو يابا الله يخليك. انا الحين اتصل بسيدي عدنان مي اخذه. تصدقي على الشرطة يابا الله يخليك. غادة انا تعبان ارجوك. ارجوك تفهميني. الو عدنان عدنان الله يخليك. تعال خذ عمر عمر عند باب بيتنا. عمر عمر شو قاعد تسوي لي؟ قوم قدام البيت. ايش هذا يا عمر؟ ايش هذا بنات بروحهم؟ قوم. انا ما اعرف ايش فيني ما اعرف ايش فيني يا عمر. بس انا اشتقت هذا انا بشوفه. يا عمر شوف هذا المطر شوف غادي. انا ما قادر انام انا تعبان يا عدنان تعبني. فاهم منك والله فاهم منك بس حرام فيك هذول البنات بروحهم لو بيطلبوا الشرطه امشي ارجوك تعتذر لك هذا والله ما قلت فيه هذول اخر ناس انا اذيهم ان شاء الله بعتذر بعتذر وبتصل لغاده هلكتنا طبرت لنا روحنا تفضل 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 لا حول ولا قوه وينك يا بنتي؟ من الصبح أدور عليك يا بنتي. عمر ولدي وأنا عارفة زين حنون طيب يحب الأطفال وأنا متأكدة إن عمر راح يتغير بعد ما يصير أب. يا بنتي كل الأشياء المهمة المطلوبة جبتها؟ الديسكات والعقود وموافقات البنوك والبورصات كلها موجودة هنا. وكيف كانت أقوال صاحبنا؟ لا لا ولا يهمك أنا فهمتها زين ومثل ما وصيتني دفعنا لك كل ديونه وأقواله صارت من صالحنا. الحين تمام الليلة بنجلس مع جلسة عشاء. مدير البنك أجنبي ويخاف. البنك المركزي طالبنا ومحققين معاه عن موضوع القرض الكبير. لكن ما مشكلة. كيف بالنسبة لعمر وعدنان وفارس؟ إيش صار معهم بعد التحقيق؟ هذيلا ما عليك منهم. تلاميذي وفاهمين اللعبة. على فكرة المحامي وصل البارحة ومثل ما وصيتني أعطيته نسخ من كل الأوراق. مرحبا. أهلا 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 الحمد لله على السلامة. أهلا وسهلا أهلا بيك يا كبير المحامين. عمرك طويل تونا جايبين سيرتك. الحمد لله على السلامة. ها كيف الفندق؟ حاضرين حاضرين غالي والطلب رخيص. تريد جناح اكبر ولا يهمك انت تؤمر بس نحن كم كبير محامين عندنا. خلاص خلاص انا رتبت المقابله مع جميع اللي تم استجوابهم وبكره ان شاء الله بنجيب اعضاء مجلس اداره الشركه المساهمه وشركاتي الخاصه بي. خير ان شاء الله. حاضرين لا ولا يهمك ساعه وبكون عندك. حياك حياك يا استاذ. حياك هذا محامي كبير ومعروف دوليا. نعم. ليش نزلت اللوحة ما تريديها؟ لو ما تريديها ناخذها لغرفتنا. لا والله يلا طلعي برا يلا انت وياها يلا برا برا.
اخواتك. ليش؟ يا اختي ليه انت وما نايمة؟ انتظر خميس اريد اتكلم معاه. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. يا اختي استهدي بالله وروحي نامي وانا بكلمه بكرة. لا مريم انا صبرت بما فيه الكفاية، حرام عليكم. لا لله وانا اليه راجعون. الله يستر. بس خميس اذا هي الحين بتستوي مشاكل الله يخليش لا تكلمي، روحي نامي وقتلش انا بكلمه باكر. الله يخليش. حرام عليكم، انتوا ليش ما تريدوا احمد؟ انا موافقة يا امل، بس خميس يقول إذا زوجش أحمد بيكون طمعان في راتبش. أحمد طمعان في راتبي ولا أنتوا اللي طمعانين فيه؟ الله يا أمل تعايرينا تعايرينا نش تصرفي على ولاد أختش؟ وإحنا يا أمل اللي صرفنا عليش وانت صغيرة وربيناش اللي انكبرتي. صرفتوا علي؟ إيش صرفتوا علي؟ البيت هذا مال أبوي وأعتقد أنه ترك فلوس بعد ما مات. خلاص يا أمل، خلاص حبيبتي انت استهدي بالله وروحي نامي. هذا خميس وصل الحين ما اريد مشاكل. الله يخليش، بكره يصير خير، روحي نامي. كما عرامسين شوية توبت يرنا هم ما نايمين. تو ننتظرك، اريد اتكلم معاك. خير؟ خير؟ اسمع انا اقول لك والاخر مره، انا واحمد بنتزوج قريب وغصب عنك. نعم تتزوجوا من غير موافقتي؟ مو انا الطرطور؟ ايه سمعي، هذا احمد لا عب بعقلش، واذا ما سكت عنش انا اسير عدمه. انا تو اسير عدمه. غيبي. اسمع انت، مالكم الامل يا اخي؟ اذا باغي تتزوج صير اشوف واحده ثانيه تزوجها. هدي اعصابك ولا تصرخ لو تسمح. اسمع انت، انا اعصابي هاديه ترى، ها؟ بس انت ايش دخلك في شغل الناس؟ خميس انت ما في وعيك، روح نام وبلاش فضايح. شوف انت، انت الطرطور جاي تقول لي انا اصير نام؟ احترم نفسك. اسكت يا تعبان. ايش خلى البيت وادري ايش تبغى؟ ما تسوي حال امرك، شبيك ايش تبالهم ودرهم. خليني ادبهم هذولا. ايه انت تدب من؟ روح الاول تعلم الادب. اسكت انت يا الشايب. خلاص لا تدب. خميس خميس ارجوك 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 خميس، خلص البيت خلص البيت عشان خاطرك. خميس بذات خميس احمد سلموا سلموا بدي داخل البيت سلموا. ولي دوقش ولا تراني ببلغ الشرطه تفهم. وانتوا توقعوا عنا ليش هبطوا لحال احمد يتوقع عن بيتنا؟ قليل 20 مره ما نبغى. خلاص 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 Thank you.
أمر افتح الباب. أمر أرجوك افتح الباب. خير؟ ايش فيك؟ نجاح، عمر حالته تعبانة، كل يوم محاكم ومشاكل استجوابات. الله يخليك، صبري عليه شوية، ان شاء الله بيرجع لك مثل اول. عمر جلوسك هني ما ينفعك ولا ينسيك. ارجع لشغلك، ارجع لبيتك. طفلك الجاي وش ذنبه؟ الزواج منها؟ انا مقدر ظروفك، كلنا تعبانين من مشاكل الرياض، كل يوم تحقيق معانا، انت جالس تنتقم من نفسك. يا اخي غادة بعد فترة راح تنسى وتباشر حياتها. يا اخي ما حد يموت من الحب ولا كلنا متنا؟ شيل عنك هذا الوهم. خلصت؟ خلصت من الدروس الأخلاقية؟ يعني أنت خلاص؟ عمرك ما ندمت على شيء سويته في حياتك؟ لعلمك، الحب هو العلاقة الوحيدة اللي ما تنفع فيها النصايح ولا الأدوية ولا العلاج. أنا ونجاح وصلنا إلى طريق مسدود، بذلت المستحيل عشان أكمل هذه الحياة الزوجية بس ما قدرت. أنا عقلي وروحي في مكان آخر. أنا ما قادر يا فارس. أنا أتعذب، أنا عاني، أنا تعبت. حتى الأكل والشرب ينزل مر في بطني. تفهم هذا يا فارس ولا ما تفهم؟ واخرتها معك، وايش راح تسوي؟ من فضلك ممكن تخلينا الحين؟ انا قاعد بروحي، انا ناقصك الثاني بعد. كفايه المحامين والاستجوابات والبلاوي اللي انا فيها، احس راسي بيبط. لو سمحت يا فارس تفضل. كيف حالته الحين دكتور؟ الحمد لله ضغط شوية أحسن نازل، بس الفحص السكر شوية عالي. إن شاء الله في يومين ثلاثة يلا يطلع. إن شاء الله. بس لا توتر نفسك. شكرا. قدير بعد. إن شاء الله يصير زين.
اتصلت بأحمد؟ لا ما اتصلت فيه، ما أعرف إيش أقول له. اتصلي فيه وسألي على أبوه بس. إيه اتصل. ألو، من معي؟ أمن؟ الخير وانت السبب في كل مشاكلنا. سمعيني زين، خلي احمد في حاله، نحن ما مستحملين اكثر من كذا. بعد في المستشفى زين؟ اتصلت أسأل عنه، ردت علي عمة أحمد بدأ وعطتني محاضرة أخلاقية وتقول أنه أنا سبب في كل شيء. سبب في كل شيء؟ هذه حكاية طويلة بخبرك إياها بعدين. أنا أعتقد أنه أنا السبب في كل شيء يصير لأحمد ولأهله. أنا أفكر أني أترك أحمد خلاص. لا لا لا، معقولة أحمد يحبك؟ يلا تعوذي من الشيطان، تعالي خبرنا نشرب قهوة. تعالي. رجعت حق شلتك التعبانة؟ ما شاء الله عليك، راجع مو طبيعي. ممكن أعرف لمتى تستمر الحالة على هالحال؟ أنا زهقت وتعبت. شوف يا بنت الناس، أنا تعبان أكثر منك. ترى أنا ما في بارض حالك ولا لي مزاج. أرجوك من أيام المراهقة وأنا كنت أحلم بشاب حنون رومانسي أعيش معه ونلف العالم كله.
ونكون أسرة صغيرة ونعيش أسعد أيام حياتنا. كنت دايماً دايماً أحلم فيك وأنت فارس أحلامي. أنا وأنت يمن ضحايا القدر. قدر؟ ليش دايماً نحمل القدر أخطائنا؟ ليش وافقت على الزواج؟ ليش تعذبني وياك؟ ليش؟ أنا عمري ما وافقت. من قالك أنا وافقت؟ كل الظروف كانت ضدي. ظروف إيش اللي تخليك تعيش معاي وتعذبني؟ اللي أعرفه عنك أنك الرجل المثقف الواعي المتعلم صاحب المبادئ والقرارات الحاسمة. عمري ما عرفت عنك أنك ضعيف. أنا عمري ما كنت ضعيف. أرجوك لا تغلط. أنا مر بظروف صعبة أنت ما تعرفين عنها. وبعدين قلت لك من البداية أنا ما وافقت. رياض وأمي هم السبب. وأنا شو ذنبي؟ ليش تزوجني؟ ليش وافقت على زواجي؟ ما ممكن الرجوع منها. نجاح، لازم تفهمين شيء واحد. اللي أنا ما صرحتك فيه من قبل نجاح، أنا عمري ما حبيتك وما قادر أحبك. أنا أحب إنسانة واحدة بس، اللي هي غادة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. شغلك؟ لا يما ما راح اروح، اصلا انا ما يعني نوم الى الفجر، خليني انام. يا بنتي صايره كثير مهمله في شغلك. يما الله يخليك بوقتك كلام الحين، خليني انام. قدم خير وبركة وسعادة على نجاح وعمر، يكونوا سعداء يا رب. Thank you.
هذا ما كنا الحاج؟ ومن معه؟ مرحبا ابو الجمعه، كيف حالك؟ الحمد لله. اقول لك هاي ما كنا الحاج جمعه وعنده حرمه ثالثه ورايح شهر العسل، يا رب عقبالنا. الثالثه بس زين يوم حصلتك، اريدك في موضوع. خير ان شاء الله، ايش هو الموضوع؟ اريد اتكلم خميس، اريد اتزوج امل. تريد تتزوج امل؟ ان شاء الله حاضر ولا يهمك، بنكلم خميس وتجاوبني بسرعه. ان شاء الله وبجاوبك بسرعه، بمر عليك الدكان انا من احصل خميس وبلغ على الموضوع، بمر عليك الدكان ان شاء الله. يلا حياك. لا حول الله، هذه حاله يبي يورطني مره ثانيه عند خميس. تزوج ثلاث يا الظالم، احنا وحده ما قادرين عليه، انت ثلاث. أحب أطمنك يا أختي مرة ثانية، الحمد لله صحتك جيدة، والتوائم الأربعة أيضا صحتهم جيدة، وأريد أشوفك بعد أسبوع إن شاء الله. إن شاء الله. حياك الله. الله يعافيك دكتور، بس بغيت اسال عن صحة سلامة عبد الله، هذه اللي كانت معك الحين. انت زوجها؟ ها؟ ايوه. هي قالت لك شيء؟ ايوه. مبروك يا اخي العزيز، اربعة اولاد توأم وهم بصحة جيدة والحمد لله، وانا حددت معها موعد بعد اسبوع تجيب لي اياها مرة ثانية. انا حاليا مستعجل، عندي حالة طارئة. اربعة اولاد؟ الو، ايوه زين. لا توني راجع من المستشفى. الحمد لله، ما مصدقه. الحمد لله رب العالمين. اكلمك بعدين، يلا مع السلامه. هذا الاقوم برن انا ما اعشقهم ابد. هذا اكيد حياك، هذا درويش. هوا درويش، ابوي يقول مو عندك بسرعه صاحيك، وانت عارف انه كملغول الخمس ريالات في لحظات يصيرن. قول. ها؟ ايش؟ شفتهم بالمطار؟ زين زين، حياك ابوي، حياك. حياك مع السلامه، ما حياك. إن شاء الله نقدر نتفق مع الشركة الكورية ويوافقوا على هذا المشروع، لأن الحين معظم البنوك عندها سيولة، وعسى بيوافقوا، خاصة لو خالد وصل عند البنوك وبعد نقدر نقنع النجاح بالمشاركة. نفسي أخذ سيارة وأمشي كم يوم وأشوف إلى وين أوصل. أنت تعرف أن بعض الطيور المهاجرة تعبر كل هذه الصحراء من أوروبا وآسيا الوسطى إلى عمان عن طريق هذه الصحراء. بعد ما ننفذ المشروع ممكن نتعاون مع بعض المواطنين من هني عشان الرحلات على الجمال أو سيارات الدفع الرباعي، ممكن إقامة حفلات شوي للمجاميع السياحية في الرمول، وبعض الرحلات إلى السواحل، رأس الحد، الأشخرة، الجنز، وادي بني خالد، وكل هذه الأماكن الجميلة قريبة من هني، وبنستفيد من السياحة الصيفية. المنطقة هنا تتأثر بمناخ الخريف بصراحة. عمر شوفك سرحان. سرحان في هالمكان بصراحة، مكان ياخذ العقل، هدوء، سكون، جمال هالرمال، اللون الذهبي الحلو، بصراحة شيء خيالي. أنا عمري ما شفت الصحراء بهالجمال، كأني عايش في زمان ثاني قبل 100 و200 سنة. هذا المكان الساحر والهدوء وصوت الريح،
يذكرني بمشاهد من كتاب سيسيجر عن الصحراء العربية. إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو من رفع القواعد من بيت الله الحرام في مكة المكرمة مع ولده الذبيح الإسماعيلي. ماذا تريد يا